صور مسخرة دي عند أمك. هيا أيوه هيدا أنت خلعت الحمار خالص؟ أيوه مين؟ دي مال؟ يا إبراهيم خلي بالك من الحمار. الحمار بيرجع أهو. بيرجع أهو. خد يا حبيبي خد جنبك انت وصلت خليك على بابا هو كان يعني لازم انت مش عارف البلد ايه يعني ايوه لا الشغله دي حشره ما بقاش مهم عندك يا حبيبي لو علقت الحمار وشتته هيبقى انسى بقى لا الشغله ولا الاستقرار هو هيودي لوحده انا جالس كده انتظارك بس معانا جو جنب هيروح خد 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 خد